السبعة واربعة وثلاثين دقيقة رحلتنا مكاملة كيما كل يوم في الرفماك حتى للتسعة ونص. قبل ما نمشي للكونسي عنا صديقنا ومستمع وفي أكرم النسائري نحب نقولوا له ألف ألف مبروك نزيدوا له وليد وبنية زوز تواما إن شاء الله يتربوا في عزك. سلموا عليك برشا أكرم وقولوا لك إن شاء الله نجم تعلق جيم أوفر تكتب جيم أوفر وانتهى الموضوع. ربي يفضلهم إن شاء الله يتربوا في عز ونمشي للكونسي تسويت تاعهم. رفماج لو كونسي يلا ما كفرش الوقت باش نحكيو عليه. البارح كان تصريح مثير للجدل من رئيس الجمهورية قيس سعيد. مدة التصريح اللي اختناه تقريبا من دقيقتين باش نسموها الكل حتى لا نتهم بإخراج الكلام من سياقه. نسمع مليح شنو قال رئيس الجمهورية قيس سعيد ونرجعوا بعد شوية لل En Tunisie, c'est sous le régime du protectorat. Ce n'est pas tout à fait la colonisation directe comme c'était en Algérie. Mais dans tous les cas, les Tunisiens ont payé cher leur indépendance. Ils n'ont pas droit à des excuses ? Ils ont droit des excuses, mais la formulation des excuses n'est pas suffisante. Peut-être des excuses avec des projets, avec une nouvelle coopération, et peut-être mieux qu'une déclaration. C'est vrai qu'on peut demander une compensation de ce... Je ne vais pas faire. Tout d'abord, la motion n'a pas passé. Ensuite, ce n'était pas innocent. Pourquoi après 60 ans, on demande des excuses? Je crois qu'il y a des faits historiques clairs et nets. Même les Français eux-mêmes reconnaissent cela. Et je crois qu'on peut chercher des excuses, et j'ai dit bien des excuses, avec d'autres moyens. Ce n'est pas avec une motion. نجم نطالبوا بالاعتذار مش بلائحة بطرق أخرى لمح المشاريع وتشاركات أخرى مع فرنسا ولكن ما ملموها الناس على قيس سعيد وللنسبة من الناس المتابعة هي كلمة حماية مش استعمار وقت اللي أكد المحاور متاع رئيس الجمهورية قيس سعيد على المقارنة بين تونس والجزائر وذكر رئيس الجمهورية بكلام ماكرون في حملته الانتخابية في فرنسا وقت اللي اعترف بالاستعمار الفرنسي في الجزائر وبالجرائم الكبيرة والمذابح التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري. ولكن وقت قيس سعيد قال لا احنا مش كيف كيف احنا حماية مش استعمار. قال فما جرائم ثابتة وغيره كذا ولكن نجم نمشيه في اعتذار يكون عنده صيغة اخرى مش بلايحة بمشاريع بشركات وكذا. انا مثلا سؤال استفزني في كلام قيس سعيد بوركوا ابري 60 طون ما معنى علاش يسأل قيس سعيد اليوم علاش نطالبوا الاعتذار بعد 60 سنه. احنا عملنا ثوره مثلا من الحاجات اللي نجموا نحكيوا في المواضيع هذه لم يكن بامكاننا طرح نوع من المواضيع في عهد بن علي الرئيس السابق ربي يرحمه. دونك هالسؤال بعد 60 سنه وكانوا اليوم كاو سيبون راح الكف على ظله ما عادش عندنا الحق نحكيوا في الموضوع. سمعتوا قيس سعيد شنو قال؟ يهمني نعطيو الاعداد وارائكم لراف ماجور حتى انتم الناس اللي تتابعوا فينا يهمني نقرا شويه لي كومونتير نتاعكم وتفاعلاتكم مع كلام رئيس الجمهوريه. البعض استاء جدا من كلام رئيس الجمهوريه واعتبره حتى خيانه لاصوات الناخبين. اذا بي عدد خطر خمسه وخمسه وكل ما برهان خمسه معطيني موقف اخطا ام لم يخطا قيس سعيد؟ قيس سعيد رئيس الجمهوريه لم يخطا. واكه به عليه. لانه ليس قيس سعيد المترشح للانتخابات اللي سيعد الناس بتحرير فلسطين وبدخول تاريخ العالم وتغيير الإنسانية ومجرى التاريخ وكل كلام الكبيرة بتاع الحملات الانتخابية. قيس سعيد البسكس ورئيس جمهورية عقلاني مشى لفرنسا يعرف طبيعة العلاقات اللي هي علاقات مختلة في التوازن. أنت مرتبط في فرنسا في تعاونك التجاري في دعمك في اقتصادك المنهار في وقوف ميزانيتك على حافة الإفلاس مش تمشي غاديك تتفافى بالشعارات بتاعنا بتاع اللي في باردو تتعمل ولا في الساحات بتاع الكليات بتاع مطالبة فرنسا بالاعتذار والاستعمار والإمبريالية. هذا يعرف اللي هو ما هوش بشي يوكل خبز غاديك. برشا ناس مصدوبين من قيس سعيد في الحوار هذا. قيس سعيد كان محرج ماشي لفرنسا يعرف شنو هي الحساسيه نتاع قصه الاعتذار اللي السلطات الفرنسيه هذه خذتها بعين الاعتبار وضغطت على قيس سعيد وضغطت على راشد الغنوشي باش ما تتعداش اللائحه هذه وراشد الغنوشي خضع لهذا الضغط وقيس سعيد خضع لهذا الضغط. هذيك الريال بوليتيك راهو
لوموا على الزعامات والعالم وكذا، هكا السياسة تتخدم خويا العزيز. لك عندك جمال عبد الناصر، لا عندك معمر القذافي، لا عندك زعماء حركة تحرر وطني، هادهم سياسيين يخدموا في بلاد مفلسة اقتصاديا، يحاضروا يمشيوا على عظم كل كلمة بحسابها، كل حكاية بدقتها. اش باش يعمل هو؟ هو عجب رقى فتوى معنا في في إطار الحرج بتاعه، وقف ورا شنو يعني، اختفى ورا شنو؟ ورا رجل القانون. فجاب الفتوى هذه، راه ما كانش استعمار، كان اتفاقية حماية، هي قانونيا هكا كانت راهي مع فرنسا، قانونيا كانت اتفاقية حماية وليس استعمار على الشكل الجزائرية. ايش باش يعمل هو؟ باش يهرب من الحرج؟ هو ماشي لفرنسا غديكا، وبالنسبة لي محرج من قضية لا اعتذار ولا شيء، هو مسلم الأوراق الكل، فاهم عملية يعني اختلال الميزان بيننا وبينه، فاهم؟ هو خاضع للضغوطات من قبل، ذكروا الساعة غير ربع المكالمة بينه وبين ماكرون، عشية مناقشة اللائحة، ثم نهار الأحد لقاء الغنوشي مع سفير فرنسا. سياسيين في تونس خاصة الباشرين للحكم، ما همش سياسيين اللي خارج الحكم، اللي ياخذوا أريحية كبيرة في العلاقات الدولية، يسبوا العالم، يسبوا الدنيا، يسبوا الكواكب السبعة، وما يهمهمش، يروحوا للدار يعملوا كويستي. أنت تحكي قلت به شنو تحبوه يعمل؟ منطقة احنا دولة ضعيفة وماشي نطلبوا في عانات، وهكا عايشين في الفترة ذي وأزمة اقتصادية كبيرة، وهذا واقع ما نجم يناقشك في حد. أما قلت شنو ينجم يعمل؟ أنا مثلا استفزني أنه يقول حماية مش استعمال، ما كانش ينجم يقول هذا واقع حتى فرنسا تعرفه، ولكن اليوم الاعتذار نجم ناخذوه في شكل مشاريع اقتصادي كذا. دونك لا تلغي كلمة استعمار، لأنه فيها استفزاز كبير للتوانسة. ما نحن اليوم شو نحتفلوا بالاستقلال متاعنا ولا ما نحتفلوش؟ واحد اثنين، أنك تسأل علاش بعد 60 سنة؟ ما هذا السؤال؟ معناها ألغيت لنا حقنا في طلب الاعتذار اليوم كرئيس جمهورية. أنت بوركوا دوموندي ديز إكسكوز أبري 60 أون؟ ما معنى؟ عندك مشكلة مع ائتلاف الكرامة اللي قدم اللائحة، ترى فيها أنه لعبة سياسية، أوكي، ولكن لا يعني أنه بعد 60 سنة ما عندناش الحق في طلب الاعتذار. زوج نقاط هذوما يلام عليهم قيس سعيد، أنه ألغى كلمة الاستعمار، كان نجم يتلافاها، يخليها استعمار، يقولوا فرنسا تعرف هذا، ولكن اليوم نمشيو في مرحلة جديدة. التسجيل رفيق حقه بدا بالسؤال اللي طرح على قيس سعيد. تسجيل يبدا بالسؤال المذيع اللي قالوا هاو الجزائريين والجزائر طلبت وحبت اعتذار، فقارنا قال بين الجزائر وتونس فما فرق في التجربة التاريخية في علاقة بالاستعمار. كان استعمار مباشر في الجزائر وكانت حماية في تونس على المستوى القانوني. يعني ما كانش وحده باش اختار الحكاية هذه باش يهرب من حرج، باش يهرب من حرج سؤال شبيه الجزائر طالب اعتذار وتونس مطلب فرقة، انه يهرب كما قلت على الطريق. ما كانش نجم يهرب كما قلت لك انا، استعمار كما الجزائر، واحنا نحبوا اليوم شاركه تعتذر بها. شايف الليجاليزم هذه اللي باش باش تهرب من كل شيء، شد تكون ليجاليست وبر. خلينا نشوف مراد عاتي 4:30، بمعنى اخطا او لم يخطا، اعطيني عنوان وبعد نتعداو لتحليلك. لا انا بالنسبه لي قيس سعيد بالغ في الحذر اذا صح التعبير، بالغ في العقلانيه، يعني انه حب يتميز على الحياه البرلمانيه، حب يتميز على البرلمانيين، حب يوري انه رئيس الجمهوريه لا يتابع الاهواء السياسيه والا الاهواء الشخصيه. وتكمل لكلامك، هو العمل دار انترفيو ممتازه في جريده لو موند، يقول بيان سور ان فرانس و ان تونيزي نول نوبلي لي اتروسيتي لي غير لي كريم دو باسي، مي او ليو دو رتورني ا ليستوار اون بو ريزودر سي بروبليم اوترمون que par des excuses solennelles, par exemple à travers des aides d'une coopération économique et médicale. ذكرني بحكاية القذافي مع برلوسكوني في ليبيا، لك القذافي كان عنده البترول. جاء البرلوسكوني قالوا به انتم باش تعملوا لنا تعويضات، وكانت ممكن اكبر تعويضات في تاريخ البشرية. ممكن كذلك لحكاية شخصية بين برلوسكوني والقذافي. تونس ما عندهاش الامكانيات هذه. يبدو لي انه كما قال برهان، تاريخيا ماهيش مشكلة حماية، هي الجزائر كان جزء من فرنسا. الجزائر سيتي اون بروفانس دو لا فرانس، معناها كي تبعث الجزائر عندها الكود بوستال نتاع فرنسا. تونس ما كانتش جزء من فرنسا. هذوما دي ديتاي يا مراد، هل يعني هو الشعب التونسي؟ ما همش تو تافي ديتاي. الناس اللي ماتت وعندها عباد وفات، يعني عندنا كود بوستال ولا ما عندناش كود بوستال؟ انا جدي شد الحبس عوام وعوام. تتصور انت عزيزك يرحمه، ما تنجمش تقول له ما كانش عندنا كود بوستال، خاطر احنا مختلفين. يبدو لي انه الذاكره التونسيه تعتبر وأن فرنسا كانت مستعمر. علاش قيس سعيد ما حبش يمشي في التوجه الشعبي اللي يعتبر فرنسا كذاكرة شعبية؟ ليه؟ أولا لحسابات سياسية داخلية، أنا مانيش نهضة، مانيش ائتلاف كرامة، وكذلك مانيش شعبوي. وثانيا لحسابات دولية، ما ننساوش في فرنسا خافوا برشا الناس، في فرنسا وفي بلدان أخرى، من التصريحات الأولى حول فلسطين قالوا هذايا رئيس جمهورية معناها
خارج عن يغني خارج السرب على مستوى العلاقات الدبلوماسية، شو بشي هدو السيد هذي؟ دونك المرة هذه حاب يعطي كما يقول بالسماح الكلمة الفرنسية انجاج نتاع راني إنسان عقلاني، ولكن العقلانية وكأني اليوم خلت الحدود بعد 60 سنة على شو تطلبوا في الاعتذار؟ ما قلقتكش هذه مثلا سؤال من نوع هذا يطرحه رئيس الجمهورية نتاع تونس؟ سي قيس سعيد أستاذ قانون دستوري ونورمالمون يعرف وأنه كل ما هو جرائم إنسانية لا تتقادم بفعل الزمن، هذا قريناه سنة أولى قانون، هذه غلطة منه، الكلمة هذه غلطة. تنجم تقول احنا بعد العوام هذه الكل شعوبنا لازم تنسى هذا الكل ونتعدوا المرحلة أخرى، أما كان ندخلوا في القانون بالضبط، إذا كان نعتبروا اللي عملته فرنسا في تونس جرائم ضد الإنسانية فتنجم حتى نحكيوا عليها بعد 100 سنة. جرائم ضد الإنسانية مش كان نعتبروا، وكان ينجم يتملص من الإحراج من الموقف من السؤال، ولكن لا يلغي كلمة استعمار. أنا مع ردود فعل الناس اللي شافت فيها استفزاز كبير للتوانسة، ماناش طالبينه لا باش يعلن الحرب ولا باش يحكي لهنا بمنطق كما قال برهان نتاع أحزاب سياسية معارضة وبعد يمشي يقعد في القهوة ما عنده حتى مسؤولية على كتافه، ولكن ما يلغيش، يقول هذا صار، هذا جزء من التاريخ، ولكن اليوم نمر إلى مرحلة أخرى، الشعوب متقاربة، الشعوب تحب بعضها، تونسي يحبوا الفرنسيس، الفرنسيس كذلك، كما فرنسا وألمانيا مثلا، كما فرنسا وألمانيا، يعطي الإكزامبل هذاك، وبعد يقول إذا كان فما الاعتذار فإن الخير يكون في إطار شركات تربح منها فرنسا، تربح منها تونس، ونمر إلغاء لكلمة حماية استعمار، مش حماية، والسؤال علاش بعد 60 سنة أقلقني جدا. كلمة بركة ليلي ما استعملش كلمة تعويضات مثلا. قال مشاريع. ما حبش يدخل في كلمة تعويضات. أما لفت نظر في الحكاية هذه في العلاقات الدبلوماسية ديما ثنائية في البيانات الختامية في التأكيد على الشرعية الدولية تجاههم قضايا لم يرد ولا ذكر قصة فلسطين وقصة الصراع في الشرق الأوسط في هذه الزيارة اللي هي في العادة ديما في البروتوكول ديما يحكيوا في القضايا هذه في الريال بوليتيك في الحوارات في الكذاب بالنسبة لرئيس كان لافت جدا حديثه عن فلسطين والقضية هذه أنه ولا كلمة بخصوص هذه في حواراته مع لوموند في حوارات فرانس فاتكات، هذه الريال بوليتيك يرجع وقت اللي يلبس كسوة رئيس يرجع هبط للوطة معناه كان ما قالهاش الكلمة مش بتغشش فرنسا هذه متاع عبارة ما هيش استعمار حماية عادي معناه يراف مختصر الحديث بالفلاقي باش سكر الموضوع مخي بذل اليوم الرئيس الجمهورية يعطيك صورة لتونس ذليلة قدام العالم لا عندها حتى فرانك لا شيء. أنا المشهد اللي جاني وهذا نتشنو اسمع نتش 23 سنة خرار رانا 10 سنين باش نشبه بأميمة هبطت العام حبيب الكونتابل وتحكي معه وتقول له عايشك عطيني أفانس عزاز وكل معناتها حالة الرئيس البارح كأنه كما أميمة يطلب في الزاز يزم يجي اللوطة لسي الحبيب تبدأ مخبية مشاعرها تجي عام الحبيب اللي تغزل عليه تبدأ مخبية مشاعرها تضحك لهم بعد ساعتين ونص من رفماك متعب من دوة الحاج وكذا دونك بارح قيس سعيد ظهر هذاك هو تونس معناتها العادي اللي ما عنده شيء تحليل عن سيد ما تبليخ نتكلم للأسف كلمة لا لا سياسة ما تحكي تو زهيز وواحد ومعناه هذا عمق في التحليل يا برهين أنا من الناس اللي انتخبت قيس سعيد وانتخبته على خاطر حسيته في الاول ومازلت نحس نفس الشيء ولكن البارح مثلا كي سمعت التصريح نتاعو حشمت انا معناها قلت قيس سعيد زعما رمز الجرأة رمز اللي هو يقول كلمته ما يوخرش التالي جاء اول امتحان نتاع مواجهه وخر التالي خلينا نقوله كان ينجم يراوغ اذا انت مثلا حشمت ولا ما لقيتش كيفاش تبرر موقفك ولا تخرج منها كنت تنجم تراوغ وما تقولش الكلمه هذيك خاطر كل تونسي هوني كل واحد فينا من الصغير للكبير يعرف اللي احنا مرينا مرحله استعمار مش كانت سلبيه للامانه من الناس حتى اللي برشا نعرفوا حتى لي بروفيل من الناس اللي نخبت وصوتت القيس سعيد كانت اون ديسيبسيون كانت خيبه امل من كلام رئيس الجمهوريه قيس سعيد انك تكون براغماتي وعقلاني والريال بوليتيك اللي حكي عليها برهان هذا يتطلب اكثر ذكاء في اختيار المصطلحات حتى لا تصدم لا انت عارف انه باش يطرح عليك السؤال هذايا انا عارف اليوم انت ماشي رئيس جمهورية جمع قبل لائحة معروضة وهذا لكتوي في بلادك عارف أنه سيطرح عليك سؤال في علاقة بالموضوع هذا تحضر إجابة شافية وكافية تلعب بها دور الدبلوماسية نتاعنا ولكن أممتو لا تهضم بها حق جيل كامل عانى من الاستعمار يستحق ورقة حمراء على ما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد وهذا رأيي الشخصي نعود بعد الفصل